نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي. من جديد كابتن ايمن برحب بيك في البدايه، ويمكن فوز مهم جدا زي ما اكدنا، لكن اروح سريعا لرامي ربيعه كابتن فريق النادي الاهلي. الاول بقول لك الف سلامه عشان نطمن الناس، بس هي كدمه بسيطه ان شاء الله باذن الله. مبروك يا رامي، وطمنا الاول على اللي. لا انا اللي غشيم في الخبطه دي بصراحه، الواد داخل فحبيت احط جسمي عشان ما يرقص، بس اداني ركبته في الاماميه فورمت شويه خفيف، بس دي كدمات عاديه في الماتش، بيحصل اكتر من كده. قبل الماتش اتكلمنا على الوعي الكبير وعلى الثقه الكبيره اللي احنا قلنا عليها رامي، وكمان اكدتوا هذا الامر. بعيدا عن النتيجه 2-2، احنا مجموع المباراتين اهلنا الحمد لله، خلاص هنقفل الصفحه. لكن شفت المباراه النهارده ازاي والاداء النهارده مع لعيبه النادي الاهلي؟ لا زي ما انا قلت لك في الطياره قبل كده، ان احنا كنا جايين مركزين ان انت لازم حبيبي يا واحد لا سليمه كنا مركزين في الطياره ان احنا نازلين نعمل ايه. قلت له والله البس تيشيرت مرضيش، لازم يعمل فالحمد لله كنا عايزين حتى بينا للناس ان احنا نقدر نجيب اجوان بره ملعبك، فده حاجه تحسب لك. نحاول ننسى بقى الفتره دي، نركز في الفاينل 100% ايا كان مين اللي هيلعب او مين مش هيلعب. زي الماتش ده كله بيركز ان يدي ال 100% بتاعته، ان شاء الله لو ايه مش في البوزيشن بتاعه ينزل يموت نفسه في الملعب. ده روح النادي الاهلي ودي روح الفانيلا الحمراء اللي الجمهور متعود عليها. انت لو خسرت النهارده وتطلع كل اللي عندك، الجمهور هيسقف لك، جمهور الاهلي، لان جمهور الاهلي واعي وفاهم انت بتطلع كل اللي عندك او لا، فما بتبخلش بحاجه. انا عن نفسي متعود من صغري، من اول ما طلعت من الناشئين للدرجه الاولى بقالي مثلا 13 سنه في النادي الاهلي دلوقتي، بطلع كل اللي عندي، العب بقى ديفندر، العب مساك، العب باك رايت، ولا فارق لي، المهم العب واطلع اللي عندي. فربنا يكرم على الفاينل ان شاء الله ونفرح جمهور الاهلي باذن الله. تحيه كبيره جدا من جمهور وفاق ستيف. تحياتك الكبيرة جدا من جمهور وفاق ستيف ليك، والحقيقة وانت شفتها رامي بعينك، ده يدل على قيمة النادي الاهلي الكبير. طبعا جمهور دلوقتي بقى ما فيش، يعني فاهمين ان الماتش يعني اوريدي يعني شبه محسوم في مصر، ف يعني كان الموضوع بالنسبة لهم روح رياضية حلوة تحسب لهم وتحسب لنا، والماتش كان ماشي بشكل كويس، ما كانش فيه مشاكل، ما كانش فيه خناقات، فالحمد لله عدى بشكل كويس. ونتمنى يعني الفوز بطولة مهمة لينا وبطولة مهمة لي انا شخصيا، فاتمنى ان نكسب ان شاء الله، وربنا يكرم باذن الله ان شاء الله. الله يخليك.